السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام في قناتكم قناة YTDZ لأهم أخبار الجزائر اليوم. حقيقة عزيزي المشاهدين، اليوم لدينا أخبار في غاية الأهمية. إسبانيا، الدولة الغربية والدولة في حلف الناتو، تغازل الجزائر من بوابة حلف الناتو. مدريد تضغط من أجل توجيه دعوة إلى الجزائر للمشاركة في قمة حلف الشمال الأطلسي، وهي الناتو كما نقول متابعينا الكرام، التي ستحتضنها إسبانيا. تعول إسبانيا على مشاركة الجزائر في مبادرة الناتو للحوار المتوسطي لإذابة الجليد في علاقتها مع الجزائر. وأيضا متابعينا الكرام، كشف أحد المسؤولين الكبار في الدولة الجزائرية على أن إسبانيا تحاول أن تقلد إيطاليا في علاقتها مع الجزائر، يعني كلما تأتي إيطاليا من أجل إبرام صفقات طاقوية مع الجزائر تظهر إسبانيا بعدها بأيام وتقول للجزائر أنها تريد نفس البرنامج مثلها مثل إيطاليا. وسنشاهد مع بعض ما يقوله الخبير والمسؤول الجزائري. أيضا لدينا متابعين الكرام في الأخبار، الجزائر تحقق تقدما في إنجاز 5 مشاريع محطات تحلية مياه البحر، حيث تتواصل وتيرة أشغال إنجاز محطات تحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي للجزائر، حيث تابع عدد من الولاة هذه الأعمال وعقدوا اجتماعات تنسيقية لرفع العراقيل واستعراض العروض والاقتراحات المتعلقة بمشاريع حيوية واستراتيجية هامة للبلاد. أيضا متابعينا، هنالك خبر مهم جدا وفضيحة، يعني بالنسبة للكيان الإسرائيلي والتي أصبحت فضيحتهم عالمية، بحيث أن كان هنالك معرض للأسلحة والتي حضرت فيه مختلف الدول حول العالم، والجزائر كانت من بين الحاضرين في المعرض من أجل عرض أسلحتها للزبائن. ولكن دخل أحد الزبناء يحرج الكيان الإسرائيلي أمام العالم ويطرح عليهم سؤال، يقول لهم: هل أجد عندكم أسلحة من أجل قصف الأطفال؟ والوفد الصهيوني يبدو عليه علامات الصدمة واضحة على وجوههم ومحرجون للغاية، بسبب أن العالم أصبح ينظر إليهم بهذه النظرات الإجرامية على أنهم قتلة الأطفال، وسنشاهد مع بعض الفيديو بعد قليل. أيضا لدينا أعزائي مشاهدين، الجزائر تستهدف رفع إنتاج الموارد الصيدية إلى 160 ألف طن، حيث كشف المفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية جمال بولخصايم أن استراتيجية القطاع تستهدف رفع إنتاج الموارد الصيدية إلى 160 ألف طن أفق 2030. وأبرز جمال بولخصايم في تصريح للإذاعة الوطنية أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لقطاع الصيد البحري بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. ولفت بولخصايم إلى أن سن إجراءات التحفيزية على غرار الوصول إلى فضاءة الصيد في أعلى البحار من أجل تطوير نشاط تربية المائيات. فكانت متابعين هذه أبرز نقاط الأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يوم هذا. قبل أن نتطرق إلى التفاصيل، من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. أعزائي المشاهدين، هذا هو الفيديو، يعني اللي راه داير ضجة كبيرة على مواقع التواصل بين الجزائريين، وهو لمسؤول رفيع المستوى في شركة سوناطراك الجزائرية حاشيشي، مدير سوناطراك، يقول: كل من ديروا مشروع مع إيطاليا يجو إسبانيا، يقولوا لنا وحنا قلنا راح نديروا خط كهربائي مع إيطاليا، غدوة جون إسبانيول في مهمة خاصة، قال لك حنا علاش لا، درنا كوريدور الهيدروجين على الجهات الشرقية، هما ثاني قال لك حنا علاش لا. كما ستشاهدون متابعين الكرام وتسمعون ما سيقوله مدير سوناطراك حاشيشي حول علاقة بين إسبانيا وإيطاليا في مجال الطاقة. إسبانيا قلت لك كي نديروا مع الغرب مع الشرق هي إيطاليا، يجيو إسبانيول يقول لك حتى هنا نديرو كيفها، قلنا لا ما نديرو خط كهربائي، غدوة جاوني إسبانيول في مهمة خاصة قال لك وحنا علاش لا، درنا هذا الكوريدور باش نديروه على الجهة الشرقية، جاو هما ثاني قال لك احنا علاش لا، يقولنا لهم حنا مرحبا وتعطينا حنا مرونة جيدة، تكون عندنا يعني طرق للتصدير، هما كي نقولوا إسبانيا تبدا إسبانيا وتقدر تروح الى اوروبا الوسطى، وكذلك مثل ما تروح لايطاليا، النمسا، المانيا، وتقدر تروح لاوروبا الوسطى. اسبانيا قلت لك كي نديروا مع الغرب مع الشرق هي ايطاليا، يجيو اسبانيول يقول لك حتى هنا نديروا كيفها، قلنا لا ما نديروا خط كهرباء.
في خبر آخر متابعين الكرام، وفي خدمة التوترات التي تحصل الآن في شرق العالم بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. هذا الفيديو اللي راكم تشوفوا فيه الآن أعزائي المشاهدين، تقوم كوريا الجنوبية بحشد المدرعات العسكرية على الخط 38 على الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية. هذه هي الدبابات التي تسمى K2 بلاك بانتر، وأعلنت قيادة مقاطعة جونجي دو كوريا الجنوبية إعلان مدني باتشو وكيمبو ومقاطعة يوتينشو الواقعة على الحدود مع كوريا الديمقراطية منطقة خطر، ويحظر على كل المواطنين من الأرض إطلاق المنشورات وغيرها من الأشياء باستخدام البالونات في اتجاه كوريا الشمالية. وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية السلامة سكان المناطق الحدودية على خلفية تدهور العلاقة بين سيول وبيونغ يانغ. فهذا تطور خطير جدا متابعين الكرام، توترات بين البلدين بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. في خبر آخر أعزائي المشاهدين، دعونا نشاهد صدمة الوفد الصهيوني والمسؤولين عن الأسلحة وتصدير الأسلحة الإسرائيلية عندما أتى إليهم زبون ويقول لهم: عذرا يا سيدي، نحن نبحث عن تقنية قتل الأطفال، أين يمكننا العثور عليها؟ ولكن شهدوا صدمة الإسرائيليين عندما سمعوا هذا الكلام من هذا الرجل الشريف كما ستشاهدون في هذا الفيديو. Sir, we're looking for the baby killing technology. Do you know where we find? He has the baby killer. Do you have the latest baby killing technology, sir? We're trying to shred babies. You guys have the baby shredding tech? Baby shredding tech. You have the baby shredding tech, man? Excuse me, guys. We're looking for the baby killing technology. Do you have it? Sir, baby killing tech. We want to shred babies to bits. Can you help us? Guys, we're looking for the baby killing technology. Is this the bit? We heard this is the baby killing section. You have the baby shredding. They shred babies up to pieces. Sir, do you shred babies? Sir, don't touch my phone, sir. I don't care what you want, sir. I didn't ask what you want, sir. في خبر آخر أعزائي المشاهدين، هناك صفحة الصيني بالعربية تنشر هذا الفيديو وتقول: عدد سكان اليابان 125 مليون نسمة تقريبا، ومع ذلك فشلت السلطات الحاكمة في إنشاء وسيلة نقل كافية ولائقة للسكان. ما يزال الشرطي في كل نقطة مترو مكلف بدفع الركاب وتكديسهم مثل البضائع كما تشاهدون أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو. أعزائي المشاهدين، يحصل في الجزائر عراق حاد بالأيدي داخل مقر الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية كما تشاهدون في هذا الفيديو. Je suis autorisé, je suis le seul qui a le droit de parler au nom de la CGA ici et ailleurs. Je suis dans cette salle à parler au nom de la. في فيديو آخر أعزائي المشاهدين، يعني هذا الفيديو منتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فما قصة هؤلاء الغربان الذين تجمعوا عند الطريق؟ مقطع متداول من مرتفعات التبت لمئات النسوع تجمعت قرب جثث بشرية تم وضعها في هذا المكان حتى تأكلها. وفي التبت تتم ممارسة تقليد اسمه الدفن السماوي، وفيها يقدمون جثثا موتاهم للنسور كجزء من طقوس جنائزية بوذية لتحرير الروح وإعادة الجسم إلى الطبيعة حسب معتقداتهم كما تشاهدون أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو. الآن متابعينا، دعونا نتكلم عن العلاقة الخارجية للجزائر مع دول الجوار، وتحديدا العلاقة بين الجزائر وليبيا، حيث أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يخص رئيس المجلس الرئاسي الليبي يونس المفي باستقبال رسمي في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى الجزائر. والآن متابعين الكرام، دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر ونتكلم عن هذا الموضوع المهم الذي يتكلم عن تطوير محطة تحلية المياه البحر في الجزائر، حيث فيما يتعلق بمشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة وليت وهران الذي يبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا. أشار البيان إلى أن المشروع أوشك على الانتهاء، مما سيساهم في تأمين احتياجات المواطنين بالولاية،
خاصة في الجهة الغربية، فضلا عن استفادة الولايات المجاورة من المياه المحطة، وبخصوص ورشات إنجاز محطة تحلية مياه البحر رأس جنات 2 بولاية بومرداس. زار الولي مشروع وقدم مجموعة من التعاليم لاستكمال ما تبقى من أشغال بهدف وضع محطة حيز الخدمة في الأجل المحددة. وعلاوة على ذلك، استلمت ولاية الطرف الدفعة الأولى من التجهيزات المعدة والمعدات الحساسة الخاصة بمشروع محطة تحلية بكدية أدراوش ببلدية بريحان، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 76.85%. أما في خبر آخر متابعينا الكرام، فيما يخص بالثروة السمكية والبحرية الجزائرية، ذكر مسؤول ذاته باستيراد المحركات أقل من 5 سنوات الخاصة بالسفن الأسطولية المستغلة في النشاط الصيدي، سيسمح لأصحابها ومالكيها بالوصول إلى مناطق الصيد لرفع من الإنتاج الوطني وتخفيض تكلفة الإنتاج، مما ينعكس على حد قوله إيجابا على أسعار المنتجات السمكية. وعلى صعيد آخر، يرى المفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية أن نظام مراقبة السفن من شأنه تعزيز مراقبة السفن من الجانب الأمني وحماية الثروة السمكية وتحديد خارطة لمناطق الصيد البحري. وأفاد المتحدث أنه تم إحصاء 82 مؤسسة ناشئة حاصلة على علامة مشروعي مبتكر في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وبهذا نكون أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وسألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.